أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يس والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم
وآية
وَصَدَقَ
ضرب لنا مثلا ونسي خلقه
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه